السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الحمد لله. طيب كده. والله أنا مشارك مع واحد في مأجرين قطعة أرض. نعم. مزرعة برتقال. نعم. فالحمد لله السنة دي خدت منها أرباح 40,000 جنيه. فدي إذا كان عندهم بتطلع عروض تجارة ولا عروض زراعة؟ أنت مشارك واحد على أرض فيها تزرع برتقالا. أيوه. لك نسبة من الدخل ولا مأجرها؟ إحنا مأجرينها نصرف عليها طول السنة. يعني أنت الذي تزرع يعني؟ هي مزروعة، هي مزروعة، إحنا بنراعي الأرض الشجر الأرض طول السنة وبناخد المحصول. أيوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في مسألتك وجهان للعلماء من ناحية إخراج الزكاة عنها من عدمها، فهنالك فريق يقول تخرج الزكاة عليها، وذلك لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، لقول الله تعالى والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه إلى قوله هاتوا حقه يوم حصاده. هذه أدلة القائلين أو بعض أدلة القائلين بإخراج الزكاة عليها سواء كانت خضروات أو ليست خضروات. ومن العلماء من قال الخضروات ليس عليها زكاة، وكلمة الخضروات تعني الخضار والفواكه، وهم الجمهور من العلماء. ومن حججهم الحديث ليس في الخضروات زكاة لكنه ضعيف. ومن أدلتهم أيضا أن النبي أمر معاذا أن يأخذ من اليمن زكاة من 5 أصناف ولم تذكر فيها الفاكهة، فهذا من أدلة الجمهور القائلين بذلك. وأرى والله أعلم أن أدلة الأحناف أقوى في هذا الصدد وأحوط للشخص في دينه، فيخرج عليها زكاة من نفس جنس المنتج. إذا كانت برتقالا مثلا أخرج عليها نصف العشري، لأنه يتعذر إيصال البرتقال إلى مستحقيه، فإن أخرجت النصف العشر عليها ك بقيمة الخضروات التي عليها، بقيمة البرتقال التي عليها، فهذا شيء حسن وأحوط لكم في دينكم، فأنا أختار لك الأفضل لك في دينك والأحوط لك من أقوال أصحاب المذاهب أن تخرج عليها زكاة زروع نصف العشر. والله شيخ دلوقتي أنا ما أجرها مثلا في السنة ب100,000 وخدت مثلا أرباح 40,000، أطلع على 140,000 زكاة زروع ولا على 40 بس؟ كيف ما أجرها ب100,000؟ ما أجر أنا بقول مثلا مثال يعني. لا مثال غلط. كيف أنت مؤجرها وفي نفس الوقت تأخذ زروعا؟ أريد أفهم. أنا واخذ الأرض. أنت مستأجر الأرض. عفوا أنت مستأجر أو الأرض ملك لك؟ لا الأرض مش ملك لي، الأرض ملك واحد ثالث، أنا واخذها مع واحد شركة مأجرينها منه، الأرض مزروعة شجر كشجر. أيوة أنتم أجرتم الأرض منه والأرض أيوة. أنتجت ب40,000. أيوة خصك 40,000، قلت لك تخرج الزكاة ل40,000، لكن هناك اتجاه آخر وهو اتجاه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أنك تخصم تكاليف الزراعة من الناتج. رأي من؟ رأي ابن عباس وابن عمر أنك تخرج تكاليف الزراعة قبل أن تخرج الزكوات. يعني معلش برضو عم الشيخ، انا الحته اللي بسال فيها، بس انا دلوقتي على الصافي على الايراد من الارض ولا قيمه الايجار اللي انا دفعته برضو في الاول اخرج عليه؟ لا المال اللي انت دفعته في الاول انتهى خالص، ليس له ذكر هنا الا في حاله هيرد لي برضو من الايراد. يعني انا مثلا افترضنا ان انا قطعت الارض دي من 5 فدادين اجرتهم ب100,000، انا الارض باعت او جابت ال100,000 وجابت فوقهم
50,000 أو 40,000 يبقى أصبح صرف. لا 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 دلوقتي أنت لخبطتنا في المسألة. الآن الناتج الذي جاءك 140,000 أيوه. أنت تريد تخصم 100 أولا وتزكى 40 أو تزكى 140؟ أيوه ده سؤالي. أيوه ما قلت لك في اتجاهان الآن، اتجاه الجمهور أنك تخرج على الناتج جميعا، يعني تخرج على 140,000. 140,000 اتجاه ابن عمر وابن عباس أنك تخصم الناتج، تخصم تكاليف الزراعة من الناتج، لكن رأي الجمهور أحوط لك في دينك، أخرج على 140,000. أخرج زكاة زروع؟ أيوة زكاة زروع نصف العشر على 140,000 كلهم. هي نتجت أصلا ب 140,000 يعني. أيوة. الزروع اللي خرجت ما خرجتش فلوس، هي خرجت زروع. أيوة. لما أنت قيمتها ب 140,000 تخرج زكاة الزروع. أيوة. شكرا.